السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي بالجزء الرابع والأخير خطوات عمل الباندا. إن شاء الله اليوم راح نسوي لكم خطوات عمل الرأس. راح نغير الرأس. إحنا أول شيء كان عندنا آخر سر اشتغلناه باليوتيوب السابق، حكنا غرزة ونقصنا، صار عندنا عدد الغرز 12. آخر غرزة اللي نقصنا بها راح نغير اللون بهذا الشكل الظاهر أمامنا، نسحب ونغير اللون. بعد ما غيرنا اللون احنا عندنا 12 غرزة، راح نشتغل غرزتين داخل كل غرزة. احنا عندنا 12 غرزة، كل غرزة راح نحط بها غرزتين، يكون عندنا عدد الغرز 24 غرزة. اول غرزة 2، ثاني غرزة 2، ثالث غرزة 2، ونكمل غرزتين غرزتين إلى أن نوصل المكان اللي بيجينا من عند الشغل، يكون عندنا عدد الغرز 24 غرزة. كملنا السر الأول وعندنا 24 غرزة. هسه السر الثاني حنحوق غرزة ونزيد، نحوق غرزة ونزيد إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز بالسر الثاني 36 غرزة. أول غرزة، ثاني غرزة، نزيد، نكرر، نحوق غرزة ونزيد الغرزة الثانية، نكرر، نحوق غرزة ونزيد إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز بالسر الثاني 36 غرزة. حط العلامة على المكان اللي بدينا من عند الشغل، نكمل ونرجع. كملنا السر الثاني وعندنا عدد الغرز 36 غرزة. هسه راح نحوق 9 سراوات، نحوق غرزة فوق كل غرزة بدون ما نزيد، نحوق 9 سراوات. يعني احنا سوينا أول سراوين، راح نحوك من السرة الثالث إلى السرة 11، نحوك 9 سراوات غرزة فوق كل غرزة ونرجع. بعد ما كملنا 9 سراوات صار عندنا الرأس بهذا الشكل. هسه بالسر القادم راح نسوي الأذان. أول شيء راح نحوك 8 غرز، 1 2 3 4 7 8 حكنا 8 غرز، غرزة فوق كل غرزة. هسه الغرزة القادمة راح نشكل الأذان الأولى. هسه الأذان الأولى آخر غرزتين من الأذان راح نحوك، نشكل الأذان ويا الرأس بهذا الشكل. هاي آخر غرزتين، أول وآخر غرزة، آخر الغرزة قبل الأخيرة 1، والغرزة الأخيرة بهذا الشكل. يعني راح نحوق غرزتين ويا الأذان بهذا الشكل. هسه راح نترك وراح نحوق 18 غرزة، غرزة فوق كل غرزة. بعد ما شكلنا الأذان الأولى راح نحوق 18 غرزة، نحوق 18 غرزة، غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز. بعد ما كملنا 18 غرزة هسه راح نجي الأذان الثانية. الأذان الثانية راح نجي نحوك أول وثاني غرزة من الأذان. الأذان الأولى حكنا آخر غرزتين، هسه بالغرزة العفو بالأذان الثاني راح نحوك أول غرزة من بداية الأذان، هي 1، وهي الغرزة الثانية حكناها بهذا الشكل. ايش راح تبقى لنا؟ 6 غرز، 1 2 3 4 5 6، نحوق غرزة فوق كل غرزة ونترك الأذان ونخيطها مثل ما سوينا ويا الأذان الأولى. راح نحوك 6 غرز، غرزة فوق كل غرزة إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عنده الشغل. احنا بهالحالة ما نقصنا، نفس الغرز الموجودة حكنا فوقها، بس مجرد إنه احنا حطينا الأذان الأولى وحطينا الأذان الثانية. هسه راح نجي السر القادم، نترك الأذان بهذا الشكل. ايش راح نسوي؟ راح نحوك 4 غرز وبالغرزة الخامسة ننقص، 1 2 3 4، بالغرزة الخامسة ننقص، نكرر، نحوك 4 وننقص إلى أن نوصل المكان اللي بدينا من عند الشغل، ويكون عندنا عدد الغرز 30 غرزة. بعد ما كملنا هسه السر القادم ايش راح نسوي؟ راح نحوك 3 غرز وننقص، 1
2 3 وننقص حقنا 3 غرز ونقصنا بهذا الشكل. السورها راح نسوي الأذان الأولى، هم نفس الخطوة سويناها. راح ناخذ آخر غرزتين، راح ناخذ غرزة والغرزة الثانية ننقصها ويا الراس. نحوق غرزة، آخر غرزتين أول غرزة نحوقها ويا الراس، والغرزة الثانية راح ننقص. نقص بهذا الشكل الظهر أمامنا. هسه نحوك 3 غرز وننقص بالغرزة الرابعة ونكررها مرتين، 1 2 3 وننقص هاي مرة واحدة، نكررها مرة ثانية، 1 2 3 وننقص هاي كررناها مرتين بهذا الشكل. هسه ورا نحوك 3 غرز وننقص، 1 2 3 وننقص. ايش راح نسوي؟ راح نجيب الأذان الثانية، آخر غرزتين راح ننقص بأول غرزة. احنا قلنا ناخذ أول وآخر غرزتين، الغرزة الأولى اللي أخذناها راح ننقص غرزة بهذا الشكل، وراها تبقى لنا غرزة نحوك، صار عندنا الأذان هذا الشكل الظهر أمامنا. ورا شبقى لنا نحوق غرزتين وننقص. احنا عندنا 1 2 عدد الغرز اللي موجودة عندنا، بس نتأكد من عددها حتى نعرف شلون نشتغل. صار عندنا شوية غلط انه تبقى غرزتين زايدة، المفروض نفتح الشغل. هي هاي شوية بيها نوع من الصعوبة، راح نرجع الأول أذان اللي اشتغلناها قبل ما نشتغل الأذان الأولى. احنا أول شيء سوينا هاي المكان اللي بدينا من عند الشغل، حكنا 3 غرز ونقصنا. ورا ايش راح نسوي؟ راح نحوق غرزتين قبل ما نبدي نشكل الأذان، راح نحوق غرزتين، حكنا 3 ونقصنا، وراها راح نحوق غرزتين، 1 2 قبل ما نشكل الأذان. شنو الغلط اللي صار عندي؟ إنه أنا شكلت الأذان قبل ما نحوك غرزتين قبل الأذان. هسه بعد ما حكنا غرزتين قبل الأذان، ناخذ مثل هم ما قلت آخر غرزتين موجودة بالأذان، راح نحوك غرزة والثانية ننقص. نحوك غرزة والغرزة الثانية راح ننقص بهذا الشكل. بعد ما كملنا راح نبدي نحوك 3 وننقص، نكررها مرتين، 1 2 3 وننقص هاي مرة، نرجع 3 1 2 3 وننقص هاي كررناها مرتين. هسه راح نشتغل نبدي نشتغل الأذان الثانية. ناخذ الأذان الثانية، هم أول غرزتين. أول غرزة ايش راح نسوي؟ راح نحوك أول غرزة، أول غرزة راح ننقص، نقصنا أول غرزة من الغرزتين اللي أخذناهم، وراها تبقى لنا غرزة نحوك، هاي نقصناها بس نتأكد، نحوك غرزة
صار عندنا هسه صار شكل الأذان شكل المضبوط بهذا الشكل. هم صار عندنا غلط نفتح آخر غرستين اللي سوا. احنا قلنا نقصنا ثلاثة وننقص ثلاثة وننقص، هسه راح نحوك هم ثلاثة ثلاث غرز، غرزة فوق كل غرزة، واحد اثنين ثلاثة، حكنا ثلاث غرز، غرزة فوق كل غرزة. هسه وراها راح ننقص اول اذان الاذان الثاني. هم ناخذ اخر غرزتين بالاذان، اول وحدة ننقص هذا الشكل، هاي اول غرزة، والغرزة الثانية انه المفروض يبقى لنا عندنا اربع غرز، واحد اثنين ثلاثة اربعة. هسه شغلنا صحيح، راح نحوك غرزتين، واحد اثنين، والغرزة الاخيرة راح ننقص. هسه من نجي نحطها بهذا الشكل راح تكون الاذان بهذا الشكل. هسه الاذان بشكلها الصحيح. بعد ما كملنا وشكلنا الاذان راح نحشي الراس، حتى وراها نبدي نخيط العين حتى نغلق الراس. بعد ما حشينا شوية توضح عندنا الشكل الظاهر امامنا. هسه نخلي الاذان العفو العين بمكانها. احنا عندنا هاي الاذان العين، نخيط العين جهة اليمنى والجهة اليسرى قبل ما نبدي نكمل الراس.